اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجديدة تواكب الدخول المدرسي 2024-2025 بأنشطة متنوعة، مبادرات همت ثلاث جماعات ترابية للوقوف على كيفية تدبير سيارات النقل المدرسي التي استفادت منها هذه الجماعات. هذا العمل هذا أفضى إلى توزيع ما يقرب عن 49 سيارة نقل مدرسي بالإقليم منذ سنة 2019 إلى حدود سنة 2024. هذه السيارة تقريبا غطت جميع جماعات الإقليم بدون استثناء. لو ما كانش لقوا النقل المدرسي لو كانت كانوا التلاميذ كيغادروا الدراسة أكثر من 70% مع البعد وبعد المسافة اللي كانت، يعني بالنسبة لسيدي محمد الخديم كتبعد المدينة الجديدة ب 70 كيلومتر. هادشي اللي اضطر الآباء كانوا كيغادروا التلاميذ ديالهم ما يقدروش يكريو ليهم وينقلوهم. بالجماعة الترابية أولاد غانم واكبت اللجنة الإقليمية استفادة التلميذات والتلاميذ من وسائل النقل المدرسي بالثانوية التأهيلية المسيرة والثانوية الإعدادية عبد الخالق طريس بمقر جماعة سيدي محمد أخديم والثانوية التأهيلية الجرف الأصفر بسيدي إسماعيل. النقل المدرسي في الحقيقة اللي هو فك بزاف المشاكل وخفف كثير من المعاناة ديال الأسر اللي كانوا كيعانيو قبل ما كيكون هاد الوسيلة ديال النقل المدرسي. كانت تكلفة غالية لأن كان الانسان خاصو يمشي يكري لولده في الفيلاج ولا في المدينه ولا في هذا، والحاله ضعيفه ديال الناس دابا الحمد لله. المبادره الوطنيه للتنميه البشريه تحرص على النهوض بالتعليم الاولي بالعالم القروي ادراكا منها لاهميته في تنميه شخصيه الطفل وتشجيعه على ولوج المؤسسات التعليميه بتراب الاقليم.